أكثر من 90 كيلومتر هي طول شبكات توزيع المياه المنجزة في مشروع إيصال الماء الصالح للشرب للمواطنين ببلدية البرين بولاية الجلفة، التي تشهد بعض أحيائها نقصا في التزود بهذه المادة الحيوية. كنا نعاني من مشكل الماء، كان عندنا مشكل في النظرة والتوزيع تاع المياه، وهذا كان نظرا اللي كانت ما عندناش التهيئة البنية التحتية، والحمد لله دوكا المقاولة وبدا والوتيرة الأعمال هي تمشي، ربي يبارك. الدولة الجزائرية وفرت لنا المشروع والحمد لله واستبشرنا به الخير. ماذا بينا إن شاء الله عد المدى ممفر والطريق عد معبدينها. ربط القناة الرئيسية التي تزود دائرة البرين بالآبار رغم صعوبة تضاريس منطقة أم الريش، إلا أنها لم تحد من عزم الدولة لتوفير الماء الشروب للمواطنين. استفدنا من خلال هذين المشروعين أو في خلال بلديتين هذو من حوالي بئرين، يعني كنقولوا 40 لتر في الثانية، معناتها بئرين ذو تدفق كل واحد منهما 20 لتر في الثانية. أين الأشغال تشك على نهايتها بينما فعل إبل انتهت وهي مستغلة حاليا. يبقى الشطر الأخير في بلدية البيرين، وبالتالي الحفاظ على نظام التزويد بصفة منتظمة وعادية. لتبقى عملية ربط أحياء بلدية البيرين بالماء الصالح للشرب مستمرة بعد تسطير برنامج للقضاء على مشكل تذبذب المياه ببعض أحيائها وتجسيد قرارات الدولة بالتكفل بانشغالات المواطنين خاصة فيما يتعلق بالماء الشرب.